اليوم نحكيه عن الناس اللي تصور في الشقان الفترة متاحة وتهبط فيها على الفيسبوك. انت معاه ولا ضد الحاجة هذه؟ انا ضد عليه، فما عبيد ما عنديش ماش خالفة. برشا عبيد يقول لك كذا يتفوخر ويهبط في الشقان الفترة متاحة وستوريات، فما عبيد اخرين يقول لك اللي ذي معاتي بارتاجي في المومو متاحة ومع العبيد اللي يحبهم وكل شيء. ايه نجم حتى مي بروش مثالش يهبط ستوري ولا حاجة حتى في لامي بروش ويهبط على روح، فما عبيد ماش خالطة. انت تشوف فيها فخرة هذه ويتفوخر؟ ليه مش فخرة، كل واحد مخوش يحكي له راه فاهم. فما عبيد اللي تتفخر وفما عبيد اللي على نيات ضد 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 ضد، خاطر فما عبيد مساكن بالرسمي يسوق في فترة الكعبة يغر، وهذا يصور في يسوق في فترة على الكروفيت عيب والله عيب. هذاك ضربهم الجهل وضربتهم الدعوة وضربتهم انت كي تهبط هكاك يا اخوي لشكون تهبط فيه؟ للشعب تهبط فيه باش توري لجماعتك انا لاباس علينا؟ لا راهو رمضان وربي سبحانه عز جلاله قال لك رمضان الناس تعاون بعضها والناس تهز القفة مع بعضها وتهز ديما، معناها ما عنده اللي عنده يعطي ما عندوش. وشنو تفزعيت تسمو فيه تفزعيك؟ انت تشوف فيه ذي تباهي معناتها واحد يتفوخر؟ مش تباهي، فات التباهي هذا يتفاخر ويتفزعك وفات التباهي من غادي. كان مشو حبتوا حاجه اخرى تنفعك الزواج ولا تنفع الواحد خير لهم. اولا الرياء في الدين حرام وممنوعه، اسمها الرياء. لا لا الرياء اسمها، هي اصلها الرياء. هذا انسان يوري في روحه واش عنده واش ما عندوش، وثم ناس محتاجه في الوضع هذا اللي احنا نعيشوا فيه في البلاد هذه اللي ما عادتش بلاد تونس، يحصل على تونس. تونس ايام زمان ورمضان وجو رمضان متاع قبل مش تونس سوا، فهمتني؟ كتجي انت وتوري وتصور شنو شقان فترك وسوب وسويت وريزيستانس ومن الريزيسير وحطوا من غادي كلها بلوت، راي في الاخر عند ربي الناس كل باش تتحاسب. ثم ناس فقراء وثم ناس ماهيش خالطه حتى على صحفة الشربه، ما يلزمناش نوريه والحكايات هذه. الرياء يلزموا ما يوقعش هذه من اصله. انا ضد الظاهره هذه، خاطر ثم ناس نتصور ان ثم ناس ما عندهاش، ثم ناس ما لقاتش باش تشري خبزه، ثم ناس تجاهد على الخبزة وما وصلت لهاش. ما نجيوش احنا نجيو نصوروا فطورنا شعنا وما عنديش، ثم اللي نجم ياكل الحوت، ثم اللي ما عندوش حتى بعبوس بتاع حوت. من عيب، حتى من العيب عيب، وحتى من الحرام قدام ربي حرام. معناتها انت حسب ما فهمت من كلامك انت معناتها كل بالسطرة، انت تاكل صحة باش فيها ليك، ما تصورش وتهبط العبيد باش العبيد ما يشوفوش، معناتها مساكن اللي ما عندهمش باش ما تقعدش في قلبه الحاجة هذيك بلغتنا احنا. معناتها صحيح، هو سطرة باهية، هي سطرة باهية، هي ظهري الكرش ماهيش ترونسبارونس فيها شكريت ما كريتش، أما عيب باش توري أنت ولا تظاهر للناس اللي قاعد ناكل، ولا ثم ناس أخرى ما كلاتش وما عندهاش، فهمتني؟ ثم ناس أخرى ماهيش قاعدة تاكل، وهذيا الظاهرة باش نقول واحد ديما ربي يهدي. ليه ضد هذيا فهمتني شنو؟ بيبليستي معناها واحد يشق فترة بيبليستي هبط على اليوتيوب هكا، ما تجيش. دي عقلية تعرف شنيا بالنسبة لي أنا عقلية جهل. ناس جاهلة فهمتني معناها أنت تشاهي في شكون؟ تشاهي في روحك ولا تشاهي في جاهل؟ العباد اللي ما عندهاش مساكن حتى شقان فترة. يعطيك الصحة، ثم ناس فهمتني معناها ما عندهاش كيف قلت أنت فهمتني شقان فترة، معناها شنو؟ عيب اللي يعملوا في الشيء هذا، نقول لهم راهو عيب عليكم واتقوا الله، راهو في رمضان، رانا في رمضان، راهو شرف ذيل، ثم ناس راهي مستحقة، ثم ناس فهمتني يعلم بها ربي سبحانه. لاني معاه لاني ضد، ما نجمش يعني انا ما نعملهاش، اما اللي يعملها مش مشكل. يولي ما عندوش مسكين حرام عليه، قاعدين يكفروا بالله هم، فهمت عليه؟ لا لا ضد، انا ضد النقد ولو واحد يمشي على خد جرمه فهمت، وعلى حسب امكانياته ولو قيل والقال ضد. هذه سمحني تسمى شبعة. تسمى؟ شبعة شبعة. فسري علاش انت ضد؟ الشبعة لو كان جيعان ما يعمل شكاكة، خطر وشبع هذاك علاش يعمل هكا؟ هو ديجا مش باهي، كل مش باهي. واحد يغزر فهمتي ولا صبار عليه كيفاش شق فترة ويشوف فهمتي ولا يشق في فترة وبهبط على فيسبوك، هذا مش باهي. انت حسب رايك تشوف فيه هذا تباهي معناتها يتفوخر؟ انا شوفوا شفترت انا شكليت ودرا شنو فيسبوك
وزويل يبدا يخزر حرام عليهم، هذا يتسمى كفر، حرام عليهم. اما زويلي عشايلي لما يقاسوا مسكين، فهمت؟ كيما البارحة الأولى في الموروز ثلاثة الفويه ما شقى الفطر، ما شقوش فطرهم. هذا شو تسميه؟ معناتها الإنسان يتباهى بشقاء الفطر بتاعه، يهبط يصور وكل شيء، يشوفوا أنا شكلي، تشوفوا توا شنو باش ناكل، أجي تشوف فيه هذا معناتها عباد بارتاجي في اللحظة نتاعها مع العباد، تشوف فيه حاجة عادية وإلا تشوف فيها معناتها يتباهى بها. هذايا إكسبسيون تسمى، ماهيش عادية هذايا. هذايا اللي يعمل هكا يسمى كا بارتيكولي ماهوش، فهمت؟ وما يلزمش العبد يوري كاكا ويعمل كاكا. وهو اللي يصور شق، ثم واحد يصور شق فترو، ثم واحد يصور شق فترو ويخسر عليه كونيكسيون وما نعرفش شنو باش يبعث يوري لفلان. يجيش جاه ربي اللي عنده يعاون ما عندوش. ولو حاليكم ماك التباهي ماك تفزعيك اللي تصور شكليت وش ما كليت وش حطيت ما حطيت، راهو ربي سبحانه عز وجل معناها امرنا بالستر، استر ما استر الله. لو فرضنا تعملها بنتك ولا ولدك يصور لك الطاوله نتاعكم العشاء ويهبطها ويكتب عليها عشانا محلية ولا فازها هكا. ما نخليهش ونعاقبه انا ولدي ولا بنتي، ما نخليهش يعمل هكاك. هذاك علاش لي بارون يلزموا يراقبوا فهمتي ولاد التليفونات ويراقبوا لي تابلات نتاع 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 اولادهم. برشا عباد يقول لك عباد ما رقاش علشان تشق فطرها، وعباد اخرين يهبطوا في التصاور يتباهوا بالشقان الفطر نتاعهم. نورمالمون يراعوا ظروف ويراعوا شعور العباد اللي ما عندهاش شقان فطر، ايش رايك في هذا؟ والله هو صحيح، اما كما قلت انت نورمالمون ماك تعرف نحن بلاد مش نورمال. كاو ليه نورمالمون كما قلت نورمالمون ما يعملوهاش، اما شو نقول كل واحد ومخه كل واحد تنجم تكون حتى ما خطرتلوش على باله اللي فما شكون غيره ما يتبجوه. كاو انت في شخصك تعملها ولا بصراحه؟ انا ليه ما في رمضان ولا في غيره ما نعملهاش، انا نعرف كي ناكل هكاهو. انت تاكل هكاهو ما تصورش طاب في هلف بركه يس، ونعطي لله وقت اللي يلزم هكاهو، وقت اللي نجم زيته. والنوع الاخر اللي باش يعطي لله يعطي قدام الكاميرا، ما يعطيش معناتها في السطر، باش يعاون عبد يعاونه قدام الكاميرا، معناتها يعاونه ويصور روحه اللي هو يعاون فيه، يتفرجوا يا ناس شنو عطيته، ايش رايك في الحاجه هذه؟ ان شاء الله ربي يثبت لجر باش نقول لك. حتى هو فضحه كالمواطن مسيك اللي اخذها من عنده خاطر يصور فيه؟ والله فضحه ولا ما فضحوش هذا موضوع اخر، هو يعني كان يعطي للكاميرا مش العبيد تقول هاك اعطاه في به، اما سينو فضحه ولا لا ذيك موضوع اخر، علاش؟ خاطر نجم يكون صوره باش عبيد اخرى تنجم تجي تعطي. اللي يصور معناتها يبارتاجي هو، تجي تحكي معاه تقول علاش تعمل كي، يقول لك انا بارتاجي في المومون نتاعي مع عباد صحابي وكل شيء، وفما عباد اخرين يقول لك هذا يتباهى ويتفخر، والزويلي مسكين ما عندوش حق خبزه هو يصوره في الخيرات السبعه الكل ويهبط له فيهم على الفيسبوك. والله مع زوالي انا، مع زوالي. فما ناس عايشه تحت الصفر، فهمت؟ شوف هو علاش يخدم على اولاده، شوف كيفاش يلقط معناتها كيفاش هي الخبزه نتاعه، فهمت؟ وربي يقدر خير وكم. احنا في رمضان وفما ناس مستحق، مازال التونسي خوه رحمه ولا؟ اي مازالت الرحمه تقطعش الرحمه اخويا الغالي، رحمه مازال تسامحني كي تبدا طيب، مازال الفطور على الغاز وريحته فاحت، يهز يذوق جاره ذاك اللي بحذاه. شكون؟ توا؟ ليه حسره في عهد امي وامك القديمه هذيا، ما توا يسكر في وجهه الباب توا. تعرف توا تمشي على بسطه ما عندوش. ليه يسكر في وجهه الباب؟ شنو هو هذا كلام؟ اه يخزر له على ذنب، شنو؟ دق عليه الباب شبيك يقول له؟ شبيك؟ واش قلت؟ جيعان؟ برخص يقول له اخرج برا. ما عادش الرحمه. ليه الرحمه ليه تقطعت؟ رحمة ليه والله ورزقويا إلا من رحم ربك سبحانه، ربي سبحانه هو الرحيم الرحمن الرحيم، مازلت الرحمة هم هالشعب يقطع فيه الرحمة. والزوالي حليله ربي أكيد. سامحني كان احنا ما نرفوش على بعضنا شكون باش يروف بينا معناتها؟ يروف بينا قبل كل شيء، ما عندك ما تحكي، بلاد فالسة، بلاد فرنك ليه دورو ليه ولات، فهمتي؟ تعرف فليتو البلاد هذه ما عادش تشوف خويا هين هي بالله. توا فهمتي باش تعاون شكون؟ باش تعاون معناها الزوالي حليلتو الزوالي باش تعاون شكون؟ دولة فارس ما عندها شيء، باش تعطيها الدولة بدها زوالي. هي مسكينة فهمتي لهنا